أعزائي المتداولين، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للتاسع عشر من ماي عفوا نبدأها أمامكم على اليو دولار. كما تدرون كان لدينا هنالك هبوط حسب توقعات يوم أمس، الهبوط أخذنا إلى مستويات 1.12. بنظري أن هذه المستويات سوف تكون صامدة كمستويات دعم قوية نوعا ما، لكن إذا تم كسرها سوف يأخذنا إلى مستويات 1.10 والهبوط في كل أدنى دعم لدينا مركزي. أي صعود دون ذلك سوف يأخذنا أتوقع مرة أخرى إلى 1.12 هذا على هذا المستوى. بالنسبة للباوند دولار كما تمكن لدينا هناك صعود نوعا ما جدا قوي، كسرنا مستوى 1.45، وأنا بنظري أنه الآن نحن نتطلع نحو مستويات 1.5 كمستويات المقبلة لدينا، على الأقل 1.48 كمرحلة أولى. تداولا موفقا وشكرا لكم.